إذا متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة مراكش. ولحظات قبل وصول نجوم الكرة الإفريقية لمدينة مراكش، لحظات أجواء رائعة قبل انطلاق العرس الكروي متابعينا الكرام، والعرس الإفريقي عفوا متابعينا الكرام من مدينة مراكش. كيف ما قلنا، مدينة مراكش اللي كتحتضن حفل توزيع الجوائز الكاف متابعينا الكرام، اللي غادي يكون فيها بعد قليل يعني حضور أبرز نجوم الكرة الإفريقية تحت استنفار أمني كبير متابعينا الكرام. يعني أكيد أنه دائما ما كنا كلنا افتخار بالتنظيم الرائع اللي كنقدموه في كل على كل رأس كل المستويات. أكيد متابعينا الكرام، خصوصا يعني بعد الإنجاز الرائع والمستحق اللي كنا حققناه هناك في قطر، فيعني متابعينا الكرام ثورة رياضية يعني كنعيشوها في بلادنا، أكيد بالقيادة السامية ديال جلالة الملك محمد السادس نصره الله الرياضي الأول، وكذلك يعني تضافر ديال كل الجهود على رأسهم يعني السيد فوزي القجاع وكل مسؤولين عفوا، واللي خلاتنا يعني نفتخروا الحمد لله واحد الافتخار كبير بلادنا، خصوصا من ناحية التنظيم. سوى ديال المباريات الكبيرة ديال كرة القدم شفنا يعني تظاهرات ومقابلات كبيرة واللي نظمناها كانوا في أحسن الأحوال، بل الأكثر من ذلك يعني كأس العالم للأندية اللي كان في 2013 يعني باقي لحد الآن يعني كل عشاق كرة القدم يتذكرون يعني شنو كان في مراكش، مدينة مراكش وأكادير، يعني سوى الحفاوة ديال الاستقبال، سوى التنظيم ديال المقابلات، سوى الجماهير اللي كانت كبيرة، يعني كل شيء كان موفر. فأكيد متابعينا الكرام هذا اللي خلانا يعني من البلدان، ما غاديش نقول على الصعيد القارة الإفريقية بل على الصعيد العالمي، اللي كيكون تنظيم أكثر من رائع. إذن متابعينا الكرام، حضور كذلك ولا بداية التوافد ديال الجماهير دن متابعينا الكرام، لحظات قليلة وغادي يبدا يعني توافد نجوم كرة القدم الإفريقية متابعينا الكرام. اكيد الشيء اللي نقدروا نوريو لكم متابعينا الكرام انه تنظيم اكثر من رائع، يعني كل يعني سواء الصحفيين المغاربه ولا كل الصحفيين اللي توافدوا على المملكه من اجل يعني تغطيه هذا الحفل ديال الكاف، فالكل منبهر بهذا التنظيم الاكثر من رائع. احنا كنشاهدوا يعني استنفار امني كذلك كبير، متابعينا الكرام
إذن تغطية كبيرة من لدن الصحافة الدولية لهذا الحفل الكروي. متابعينا الكرام، ولحظات قليلة وغادي يكون يعني البداية ديال التوافد ديال نجوم كرة القدم الإفريقية. متابعينا الكرام، أكيد أنه يعني بعد التوافد ديال الجل نجوم العالم في شتى الميادين، ماشي غير الرياضة، فشتى الميادين يعني على مدينة مراكش من أجل السياحة والنزهة، فأكيد أنه ولات واجهة مدينة مراكش. ما كاينش اللي مبقاش يعني كيعرف مدينة مراكش الحمراء. أكيد أنه كذلك بالإضافة إلى هادشي كله، فنذكروا الجميع على أن إن شاء الله بلادنا على موعد مع تنظيم كأس إفريقيا للمنتخبات إن شاء الله، ثم من بعد ذلك تنظيم كأس العالم. بلادنا إن شاء الله كذلك هادشي كله ما كيعطيك الا اننا كنعيشوا واحد الطفره كرويه كبيره. اكيد كذلك هادشي بالشهاده ديال سواء لاعبين كبار سواء مدربين كبار بعد المسار الرائع والحافل المنتخب الوطني المغربي هناك بقطر. اكيد كذلك متابعينا الكرام، كيف ما قلنا نتيجه يعني بتزكية من كل سواء اللاعبين الكبار سواء المدربين سواء المدربين عالميين سواء يعني صحفي صحافة عالمية اللي تكلمات على الطفرة الكروية اللي كتعيشها بلادنا. حنا كنشاهدوا كذلك، حنا كنشاهدوا كذلك يعني من مختلف الجنسيات يعني كذلك زوار أجانب متابعينا الكرام بدورهم من اجل الرؤيه والمتابعه ديال هذا الحفل الكروي الرائع. متابعينا الكرام، كيف ما سبق وشرنا على انه بدايه ديال الحضور ديال بعض من الجماهير، ماشي غادي نقول اللي جاي من مدينة مراكش بل اللي جاية من ستة أنحاء المملكة من أجل رؤية نجوم كرة القدم الإفريقية فهاد الحفل الكروي. متابعينا الكرام، اللي كيتنظم بلادنا بمدينة مراكش، حنا هنا كنشاهدوا تنظيم متابعينا الكرام الاكثر من الرائع، ودائما تحت استنفار امني كبير. كذلك يعني الحفل اللي غادي يعرف حضور السيد فوزي القجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم ورئيس الاتحاد الافريقي، كذلك اللي غادي يكون الحضور ديالو مع السيد فوزي القجع. متابعينا الكرام، كذلك شخصيات بارزة
غادي تكون حاضرة متابعينا الكرام بعد قليل. وكذلك إذا متابعينا الكرام دائما أكيد أنه شوف بعض التعاليق أكيد متابعينا الكرام أنه أظن باللي كاين عندنا لاعبين اللي قدموا مواسم ماشي غير غادي نهضروا على هذا الموسم بل إلا هضرنا على ثلاثة ولا أربعة ديال المواسم كروية اللي دازت فكاملين قدموهم يعني بشكل كبير مع مستويات كبيره اللي قدموها مع الفرق ديالهم. لا تحدثنا نتحدثوا على حكيمي على خصوصا واللي تالق مع باريس سان جيرمان، كذلك الا تحدثنا نتحدثوا على بونو، ثم نتحدثوا على هذه السنه هذه. متابعينا الكرام اللي كتعرف تنافسيه كبيره، اكيد ان التنافسيه كتكون يعني بعده نقاط بعده اعتبارات، فاولها وهو يعني الرسميه ديال اللاعب، ثم كذلك الانجازات المحققه مع الفريق ديالو مع المنتخب ديالو بصفه اولى. ولا درنا فكنهضروا على لاعبينا على الانجاز اللي حققوه في كاس العالم اللي ماشي بالسهل وماشي بالهين، يعني لا هضرنا نهضروا على كاس العالم متابعينا الكرام بشهادة ديال كيف ما قلت قبيلات مدربين كبار لاعبين كبار عالميين، يعني زيد على ذلك المرتبة اللي وصلنا لها. إذن متابعينا الكرام دائما معكم من حفل توزيع متابعينا الكرام، يعني كيف ما كتشاهدوا معنا لحظات قبل الوصول يعني نجوم الكرة الإفريقية متابعينا الكرام. تحت استنفار أمني كبير متابعينا كيف ما كتشاهدوا معنا. إذن متابعينا أكيد نتوما كتشاهدوا معنا هاد الصور وحنا كنسترجعوا معكم الذكريات ديال كأس العالم واللي أكيد من أبرز يعني النقاط اللي كيختاروها من أجل اختيار أحسن لاعب إفريقي
إذا متابعينا الكرام، دائما لحظات قبل وصول نجوم كرة القدم الإفريقية كيف ما قلنا متابعينا تحت استنفار أمني كبير وتنظيم كذلك أكثر من رائع، تغطية صحفية كبيرة. كذلك متابعينا الكرام، كذلك خويا نور الدين تشليكي شبارك الله عليك، استعدادات لحفل جوائز الكاف بمراكش الدوري الايطالي. وصلوا النجوم ولا باقي؟ لا مازال السي الدوري الايطالي تبارك الله عليك اخي الكريم. بالنسبة للأخ كذلك اللي كيسولنا واش كاين وصول لاعبين ولا لا، مازال ما كاينش وصول لاعبين أخي، بعد قليل إن شاء الله غادي يكون وصول ديال اللاعبين. الله ده بعد قليل غادي يكون وصول اللاعبين. شكرا 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 لك سي عبدو، سي عبدو الرحموني شكرا ربوحي عفوا، شكرا لك خويا تبارك الله عليك على هاد الطبطبة ديالك. اذا متابعينا الكرام دائما لحظات قبل الوصول السلام عليكم خويا تبارك الله عليك، الله يحفظك كلشي مزيان تبارك الله عليك خويا الله يحفظك.
إذا متابعينا الكرام دائما من مدينة مراكش ولحظات قبل انطلاق حفل توزيع الجوائز متابعينا. ودخول اللاعبين ووصول نجوم كرة القدم الافريقية متابعينا الكرام. اكيد متابعينا الكرام يعني كان موعد انطلاق الحفل ان شاء الله خويا مع 5:30 متابعينا الكرام دائما كيف ما قلنا حضور نجوم كرة القدم الإفريقية لهذا العرس الكروي اللي غادي ينطلق إن شاء الله بعد قليل كيف ما قلنا الموعد ديالو مع 5:30. تبارك الله على السيد رحيم رموحي رموحي أخويا تبارك الله عليك تحياتي نشكرك سيدي كنشكرك على هذا الطيب التواصل ديالك على هاد لي كومونتير زوينين ديالك تبارك الله عليك اخي. اذا متابعينا الكرام بدايه وصول يعني بعد الشخصيات البارزه شكرا سي خليفه. ايه سي خليفه شكرا شكرا استاذ شكرا. إذا بداية وصول أولى الزوار متابعينا الكرام. السابق للمنتخب الكاميروني يعني ميد من كاميرون نجوم الكرة الكاميرونية يحلون بمراكش أو بقصر المؤتمرات. جيريمي جيريمي الذي قدم الكثير للكرة الإفريقية والكرة الكاميرونية اختيارا من موقع بريستوف أنه أفضل قائد في القارة الإفريقية رفقة نور الدين النبت. إذن متابعينا الكرام دائما بداية وصول ويلكم باتريك باتريك ويلكم صباح وي. هذه اللحظة متابعينا الكرام ديال وصول نجوم كرة القدم الإفريقية Thank you.
Pardon, s'il vous plaît. Par là, s'il vous plaît. Par là, s'il vous plaît, au milieu, au milieu, au milieu, s'il vous plaît. Thank you. Laisse. يلا حيدو كاميرا 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 سي فوبلي كاميرا يا لا لا خصكم تهضروا الدراري باسكو سينو راه غادي ما كيهضر حتى واحد اش هضر انا حتى واحد هضر معايا شي يوقف يدخل لداخل هو يسد علينا اذا علاش غنصوروا مسيو سي فوبلي سي فوبلي لا راح انت تجيك غادي تصور شي كاميرا مان يوقف قدامك سي بالوجي ما يمكنش هذا لا تقدر تصور انا هضرت الاول هضر هضر ياسين ماري ها ها واه النائب النائب المحترم النائب المحترم ولا رئيس الكاميرا يقول لك انا خدام هادو ما خدامينش لا ما خصوش يوصل هنا هو راه داير هذا الشيء نقولوا راه هضرت انا الاولى عدلاني لا ولكن لا هو لا 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 يدون لو دو بروبليم راه جا وقف تعطيك لو دو تعطيك لو دو تعطينا لو دو ديالو لو دو ديالو يجي قدامنا كيجي قدامنا كيجي معاهم كيتم غادي معاهم جاي معاهم ما يجيش معاهم كلشي مع خويا لا ما تضرب بلا ما تضرب لا ارجو لا لا صافي دابا لا ما عليه والو غير يمشي ويجي ما يبقاش واقف صافي شوف شوف تحياش قال ثانك يو صافي كيصور غير هو راه هو ماشي حاجه كيديرها إذن متابعينا الكرام دائما من مراكش وتوافد وصول نجوم كرة القدم العالمية متابعينا الكرام لمدينة مراكش دابا يجيو هنا خصوش يوقف بول اسمي خصوش يوقف هنا كتعسل في ديك الشعوفه الا ما دخلت من عندك يلا يلا دن متابعينا الكرام أكا Finish. It's okay. Thank you. Thank you. Thank you.
عدلان إذن متابعينا الكرام دائم أنا دائما من مراكش وتوافد زوار متابعينا الكرام على مدينة مراكش توافد نجوم كرة القدم الإفريقية Thank you.
شوف شنو هو دابا انا